بهدف القضاء على الخصومات الثأرية ونبذ العنف وتكليلا لمساعي الخير، أقيمت مراسم جلسة الصلح بين عائلتين بقرية والنينة الغربية بمركز سوهاج بحضور دكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج والمستشار حمودة السيد رئيس لجنة المصالحات والقيادات الأمنية والدينية والشعبية وعمد ومشايخ القرى المجاورة وجمع كبير من الأهالي. التفاصيل مع زميل خالد زيدان. في جو تسوده روح المحبة والتسامح، عقدت جلسة الصلح بين عائلة أبو عميرة وآل الجحش بقرية ونينة الغربية بمركز سوهاج بحضور دكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج والقيادات الأمنية والدينية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ومشايخ وعمد مركز سوهاج. وفي كلمته أكد المستشار حمود رئيس لجنة المصالحات بسوهاج بأن هذا الصلح ينهي خصومة استمرت لمدة عامين بين الطرفين، وبذلك تكون قرية ونينة الغربية خالية من أي خصومات سائرية. هذا الصلح اللي احنا بصدده الان ده ياتي ضمن سلسله المصالحات اللي بتقوم بها لجنه المصالحات في محافظه سوهاج، والحمد لله هو خصومه سائريه منذ حوالي عامين الحمد لله بين عائلتين، وكانت هي الخصومه الوحيده الموجوده في قريه ونينة الغربيه. بالمساعي اهل الخير واهل البلد معانا حقيقه، انا اوجه لهم التحية جميعا، لأن لا يوجد أحد قصر معانا في الموضوع ده، حتى المستشار الغائب أنا ذكرت اسمه عشان لم يتمكن من الحضور ابن القرية، فأنهينا هذا النزاع وأصبحت قرية ونينة الغربية خالية تماما من الخصومات، يعم الأمن والسلام ربوع أهل هذه القرية. الحمد لله على إتمام هذا الصلح الكريم، ونشكر كل القيادات التنفيذية والقيادات الشعبية ووجهاء القرى والناس اللي ساهمت في هذا الصلح وساعدتنا برئاسة المستشار المشهود له هذا الرجل الذي أكرمنا الله به المستشار حمودة، جزاه الله خير هو ورجاله الصالحين. اللي تم الصلح ده على خير وأقرب، الحمد لله ربنا وفقنا بالمستشار حمودة وأهالي لجنة الصلح في قرية ونينة الغربية، كل واحد بيسمع ويشكره من السماء للأرض، عملوا مجهود ما حدش عمله. من داخل جلسة المصالحات في قرية ونينة الغربية كان معكم خالد زيدان لقناة طيبة.